السلام عليكم مشاهدي الأعزاء، مرحبا بكم بقناتكم تجربتي الجميلة. وصفتنا اليوم كيك يومي رائع اللي ما كنجحش مع الكيك وما كتضاعفش ليها. ان شاء الله غادي نخدموا الكيك، واحد المكون سحري موجود في كل بيت، غتحصلوا على واحد الكيك مضاعف الحجم ديالو، ايضا كيجي عالي واسفنجي وكيجي خفيف كالقطن وكيذوب في الفم. لو بغيتوا تعرفوا كيفاش حصلنا على هذه الطريقه وتشوفوا هذا المكون السحري، ما عليكم الا تتابعوا معايا الفيديو من الاول الى الاخر. واللي اول مره يزور قناه تجربتي شين معلي الا يضغط على الزر احمر سابوني، ايضا ديروا جرس باش توصلوا بكل جديد، وديروا لنا لايك باش نرفع الفيديو يشوفوا اكبر عدد من المشاهدين. وما نطولش عليكم ونمشيو على بركه الله، تعرفوا على المقادير وايضا طريقه التحضير. بسم الله على بركة الله. ان شاء الله غادي نقول لكم المقادير والطريقة في نفس الوقت. في اناء كنحتاج 4 البيضات، عندي هنايا حجم صغير درت 4، ثم الا كان عندكم حجم كبير كديروا 3 ويكونوا بدرجة حرارة الغرفة، ما يكونوش من الثلاجة. ولا ما كانش عندكم وقت وخرجتوا البيض من الثلاجة، حاولوا تدفيوه بالمدافي باش تحصلوا على البيض اللي يكون بدرجة حرارة الغرفة. وكنضيف كأس ديال السكر بالقياس الشاي ديال العنبة، وكنضيف كيس ديال الفانيلا والملح، وكنجيب طراب كهربائي وكنطرب هاد البيض مع السكر. البنات باش يجيكم الكيك مرتفع وعالي كيف شفتوا في بداية الفيديو، ضروري من طراب الكهربائي، حيت بغينا نحصلوا على البيض اللي مطرب مزيان وما يبقاش لينا اللون ديالو، يعني يرجع لينا ابيض ومرغوي. هادشي علاش خاصنا ضروري الطراب، واللي كان يعني عند العجانه دير العجانه. صافي كنبدا نطربو بهذا الشكل، كياخذ ليا تقريبا من 5 دقائق او 6 دقائق، وانتم كطربوا تطلعوا هذاك البيض تيولي اللون ديالو ابيض تماما، ما يبقاش لينا اللون ديالو الصفر، وكيجي مرغوي كيف قلت لكم. وانتم كطربوا بهذه الطريقه، هانتوما كتشوفوا دابا ها هو ولا ليا ابيض، وخاصكم تاكدوا انه ابيض وبدا كيعقد لينا، ما يبقاش داك البيض جاري شويه وما يبقاش داك اللون ديالو الاصلي اللي كان فيه وحنا كنطلعوا في البيض. هذا توسل من اسرار للنجاح الكيك باش كيجي مهوي وخفيف. صافي دابا كيف كتشوفوا راني حصلت عليه بهذا الشكل، كيجي شويه كتشوفوا داك البيض ولا عاقد ولا ابيض تماما. كنحتاج كذلك الكاس ديال الزيت حتى هو بالقياس ديال الشاي العنبه، واللي بغى الغرامات غنخلي ليه في صندوق الوصف باش تعرفوا القياس بالغرامات. وغادي نضيف الزيت تدريجيا، يعني ما غاديش نوضعوا دفعه واحده فقط، غير بشويه بشويه، وانا كنضرب بهذا الشكل كيف كتشوفوا، بحال اللي كنديروا طريقه الجينواز. هذه الطريقه هي اللي كنديروها باش تحصلوا على الكيك اللي بغيتوا. صافي كنبدا نضيف تدريجيا وانا كنطرب حتى نكمل هذا الكاس ديال الزيت كامل ان شاء الله. من بعد ما كنكون كملت الزيت ديالي كنحاول نطرب تاني مزيان حتى يندمج ليا الزيت مع باقي المكونات كيف كتشوفوا، باش يجينا داك الخليط مندمج وايضا مخلط جيدا. وكنحتاج واحد ياغورت يكون يعني باي نكهه كتفضلوا، بالفاني بالفريز اي ياغورت عندكم كنضيفوا كذلك، غير يكون ياغورت شويه عاقد ما يكونش خفيف بزاف. صافي وكنطربوا كنطرب جيدا هذا مع المكونات، دائما خاصكم تطربوا باش داك المكونات كلها تندمج. وغنوريكم السر ديال هذا الكيك اللي كيجي مرتفع ومنفوخ والحجم ديالو كيتضاعف، هو الخميره ديال الخبز، يعني الخميره الفوريه غادي نحتاجوا فيها ملعقه صغيره ما تكونش عامره ديال الخميره، وكنضيفها في هذا الخليط ديال الكيك. ما نقولش لكم كيفاش كطلع لينا الكيك اللي ما كيطلعش ليها الكيك، وكيف شليها دير الخميره ديال الخبز ان شاء الله ما يبقاش عندها المشاكل ديال الكيك. وكنطربها جيدا مزيان، نطرب حتى الخميره تندمج ليا مع الباقي المكونات بالطراب كيف كتشوفوا. صافي وغادي نحيد ان شاء الله الطراب، وغادي نجيب الدقيق. بالنسبه للدقيق كنحتاج 250 غرام ديال الدقيق، وغادي نضيف يعني مع التغربيل، وكنحتاج 2 أكياس ديال الخميرة الحلويات، 8 غرام 8 غرام المجموع 16 غرام ديال خميرة الحلويات. وكنضيف
دقيق ماشي دفعه واحده، كنضيف بشويه بشويه وكنحاول نخلط من اسفل الى الاعلى بحال اللي كنديروا الجينواز، ما نخلطوش يعني بسرعه باش ما يهورش لينا ويبقى لينا داك الخليط مهوي ومقاد كيف خدمناه في الاول. وكنزيد كذلك دفعه ثانيه من الدقيق، وانا كنغربل ونوريكم كيفاش خاصنا نحصلوا على الدقيق. مهم راه الدقيق يبقى طبعا على حسب الحجم البيض اللي عندكم. مهم نتوما درتوا الحجم اللي كان عندكم كبير ديروا ثلاثة، كان عندكم البيض ديروا صغير ديروا ربعة باش يجيكم المقادير هي هذه. صافي كنبدا نخلط من الاسفل الى الاعلى، وانا كنزيد في الدقيق كيف كتشوفوا. ومع التغربيل ضروري البنات كذلك تسير من الاسرى الكيك هو هذا التغربيل ديال الدقيق والخميره. واخا يكون عندكم مغربل ضروري تغربلوه باش يجيكم هذاك الكيك مهوي، ضروري من التغربيل. ونخلطوا ونستمروا في التخلاط من اسفل الى الاعلى. كملت الدقيق كامل وكيف كتشوفوا الخليط ديالي عاقد كيف حصلت عليه، ولكن ما غاديش يبقى لينا عاقد. غنضيف لي ايضا واحد الحاجه السر ديال الكيك، ايضا واحد نصف كاس يكون الماء ساخن جدا جدا، ما يكونش دافي ولا بارد، يكون ساخن جدا جدا. كنضيفوا على الخليط، ها هو دابا الخليط كيبدا يطلق لينا كيف كتشوفوا، كنحصلوا على القوام اللي بغينا. حتى هذا السر من الاسرار ديال الكيك هو هذا الماء ساخن، كيفاعل لينا الخميره وكيطلع لينا الكيك اكثر واكثر. وكناخذوا هذا الشكل ديال الخليط الكيك والقوام ديالو، يعني ما يكونش خفيف بزاف وما يكونش ثقيل بحال هذا الشكل. كيف نوريكم كيف هذا هو الخليط ديالنا كيف كيجي. هذه هي الطريقه ديال الكيك اللي كيديروها، وباش كتشوفوا داك الكيك العالي والزوين واللي بغيتوا تخدموه، وهذه الطريقه ان شاء الله. غادي نجيب واحد المول اللي عندي دهنته قبل بالزبده ورشيت عليه الدقيق وضعته في الثلاجه. حتى في الثلاجه كذلك كتخلي الدقيق والزبده كيتماسك، ومنين تبغيت تخرجي الكيك ديالك من الفرن كتزوليها من الطاوه بطريقة أسهل. وكناخد الخليط ديال الكيك واليدي تكون على الأعلى، يعني يدك تكون على الأعلى وتفرغي الخليط ديال الكيك كذلك باش يدخل لينا أكثر كمية ديال الهواء في الكيك. وصافي كناخد واحد السباتيلا وكنهبط الباقي ديال الخليط ديال الكيك، وهكذا كنكونوا حصلنا على الكيك ديالنا. بالنسبه للفرن يكون ملي تكونوا صافي بديتوا كتخلطوا الكيك خاص ضروري الفرن ديالكم الكهربائي ولا الغازي يكون سخون قبل، يكون النار فقط غير من التحت. بالنسبه للفرن ايتيمان درت لي على 180 درجه ودرت النار على الاسفل، وضعت الكيك ديالي في الفرن وكياخد تقريبا من 50 حتى 60 دقيقه. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك كيفاش جا، تبارك الله بالمكون السحري اللي موجود في كل بيت. تبارك الله كيجي الكيك اللي حجمه مضاعف وكيجي عالي واسفنجي وكيجي خفيف كالقطن، كيذوب في الفم، كيجي طالع وناجح. غادي نقطعوا لكم باش تشوفوا ايضا الشكل النهائي ديالو. نتمنى ان وصفه اليوم تكون نالت على الاعجاب ديالكم، واللي مازال ما اشتركش في القناه تشترك بالضغط على الزر الاحمر صابوني، تفعلوا تنبيهات باش ديما توصلوا بالجديد، ولا باس لديتوا لنا اكبر عدد لايكات باش الفيديو يرتفع ويشوفوا اكبر عدد من المشاهدين. وبسلامه عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه.